بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، وفي النهاردة نشاط رياح على كافة المناطق مع وجود نشاط اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وعلى مطروح والضبعة والعالمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط. هتصل سرعات الرياح ما بين 50 ل 70 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 أمتار. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، يعني حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة، وخاصة هل هناك ما زالت تحذيرات الهيئة من الشواطئ في المنطقة الشمالية؟ بالفعل لسه اليوم مكمل معانا الاضطراب على في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، وخاصه في شواطئ شمال الدلتا زي البلطيم ودمياط، كمان شواطئ السواحل الشماليه الغربيه زي اسكندريه ومطروح والضبعه والعلمين. المناطق دي كلها لسه معرضه لارتفاع امواج وسرعات رياح بتوصل ل 70 كيلومتر على الساعه، والارتفاع الامواج ما بين 2.5 ل 3.5 متر. يعتبر المنطقة دي غير مؤهلة لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وحتى كمان أعمال التنزه، فلازم كل السادة المتطفين على الشاطئ ياخدوا حذرهم بشكل كبير، لأن الارتفاع ده ممكن يشكل خطر على حياتهم، فمهم جدا ناخد بالنا. إن شاء الله من غدا تبدأ تهدأ نوعا ما سرعات الرياح، بتبدأ معاها يعني تنخفض ارتفاع الأمواج، ويبقى البحر مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية تدريجيا مع يوم الثلاث، ومع الأربع يكون الجو اتحسن بشكل كبير. كمان درجات الحراره اليوم احنا مكملين في ارتفاع نسب الرطوبه، نسب الرطوبه لما ترتفع في الجو كل ما عشان هي اللي هتزود احساسنا بارتفاع درجات، بالفعل بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره بشكل كبير، بتخلي درجه الحراره المحسوسه اعلى من درجه الحراره المقاسه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لان احنا لسه خلال هذه الايام بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، هو منخفض جوي معاه كتل هوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط، فبتؤدي لتشبع الكتل دي بكميه كبيره من بخار الميه، فبتؤدي لارتفاع نسب الرطوبه، ويمكن المناطق الساحليه بتكون اعلى رطوبه، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخليه نسب الرطوبه بتقل. ان شاء الله العظمى اليوم على القاهره الكبرى متوقع ان يكون 35 درجه مئويه، المحسوسه ما بين 37 ل 38 درجه، عشان كده نقدر نقول ان طقس فتره النهار هو طقس حار رطب على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، البحري، القاهره الكبرى، طقس شديد الحراره على المناطق الجنوبيه، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، خاصه كمان في زياده فترات طلوع اشعه الشمس بشكل كبير. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيحصل انخفاض في درجات الحراره، نحس دي اكتر ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، الاجواء في الفترات المتاخره. انا عايزه اقول لحضرتك ان فعلا الجو امبارح بالليل كان فعلا لطيف جدا، يعني كان في نسبه الهواء الصيف الجميله دي اللي احنا بنبقى بنستناها دايما، حتى لو نسبه الرطوبه مرتفعه، لكن كمان كان في الجو كان لطيف جدا بالليل. هل بالنسبه لنا فعلا ان الاسبوع ده هو الاسبوع الاسخن او اعلى درجات حراره بالنسبه لمصر، وهتوصل درجات الحراره فيه ل 45 درجه في القاهره الكبرى؟ عايزين نعرف برضو من حضرتك مدى صحة هذا الكلام. لا طبعا خلال هذا الاسبوع درجات الحراره تعتبر حول المعدلات، يمكن احنا مع نهايه الاسبوع هتبقى اعلى من المعدلات بحوالي درجه لدرجتين، لكن طبعا ما فيش انها توصل ل 45 درجه مئويه على القاهره الكبرى. مع نهايه هذا الاسبوع هتوصل ل 36 درجه مئويه، المحسوسه ممكن توصل ل 37 لا 38 او 39 درجه مئويه، لكن مش ارتفاعات كبيره في درجات الحراره، نعتبر ده المعدل الطبيعي ومش اسخن اسبوع. يمكن احنا خلال بعض الايام في الاسابيع الماضيه سجلنا 36 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، فده امر طبيعي في الوقت ده من السنه كمان، احنا في فصل الصيف فطبيعي نشوف درجات حراره اعلى من المعدلات او حول المعدلات، لكن هيكون في استمرار طبعا لارتفاع نسب الرطوبه الكبير، هو اللي هيخلينا نحس ان في ارتفاع في درجات الحراره. بالفعل مهم جدا ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 3 4 العصر، الفتره دي صحيح فتره اعلى درجه فتره حرارة. بتكون اعلى درجه حرارة. طب هو بالنسبه للمنخفض الهند الموسمي امتى هينتقي؟ هو منخفض الهند الموسمي يعتبر من اهم التوزيعات اللي بتبقى موجوده معانا في فصل الصيف، اغلب ايام فصل الصيف بتكون معانا امتداد منخفض الهند الموسمي، الا بعض الايام بيكون فيها
الكتل الهوائيه القادمه من جنوب اوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، بنلاقي كده الجو الطف من بعض الايام اللي كنت متاثر فيها منخفض الهند الموسمي، بس ده لسه مكمل معانا على مدار شهر 7 وكمان شهر 8. تدريجي مع شهر 9 يبدا يتراجع منخفض الهند الموسمي ويبدا ياثر علينا كتل هوائيه منخفض يعني مختلفه تدريجيا مع بدايه فصل الصيف. سؤالي الاخير لحضرتك، بالنسبه للبحر الاحمر، هل في هناك اضطراب للملاحه وامتى كمان هيقل اضطراب الملاحه في البحر المتوسط؟ لا لا طبعا، اليوم البحر الاحمر هيكون مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن طبعا المدن المطله على البحر الاحمر بيكون فيها ارتفاع كبير في درجات الحراره فتره النهار العظمى بتكون ما بين 38 ل 40 درجه مئويه، فناخد بالنا الاجواء بتبقى شديده الحراره فتره النهار، لكن الملاحه البحريه واعمال التنزه في البحر الاحمر قائمه والبحر مؤهل لكافه اعمال التنزه والملاحه البحريه مع البحر المتوسط ان شاء الله تدريجي مع يوم الثلاث غدا باذن الله تدريجيا تبدا تنخفض الامواج، ومع يوم الاربع نحس ان في يعني انتظام في حركه الملاحه البحريه وعمل التنزه. عوده مره اخرى لحالتها الطبيعيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. تعالوا دلوقتي نتابع معاك ودرجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 35 الصغرى 23، العاصمه الاداريه 35 24، اسكندريه 30 23، العلمين الجديده 29 23، مطروح 30 24، دمياط 32 24، بورسعيد 32 25، الاسماعيليه 36 23، السويس 35 23، العريش 32 24، كاترين 34 17، طابا 35 25، حلايب 35 28، شلاتين 37 29، شرم الشيخ 39 29، الغردقه 38 29، الفيوم 35 25، بني سويف 36 25، الوادي الجديد 40 26، اسيوط 37 23، سوهاج 38 25، قنا 41 28، الاقصر 39 28، واخيرا اسوان 41 29. لا صحة لان درجات الحرارة هتصل ل 45 درجة هذا الاسبوع، وان شاء الله من بكرة هترجع مرة تانية حالة البحر الابيض المتوسط لطبيعتها، ونبدا نكون لينا الاجواء الصيفية المعتادة على سواحل البحر الابيض المتوسط. هرجع مرة تانية لمصطفى علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.